نروح مع حضراتكم لاخبارنا من بره مصر، ونبتدي مع الناس اللي بتربي الحيوانات الاليفه واللي بيبقى دايما عندهم حرص شديد على ان هم يوفروا لهم كل انواع الترفيه لاي حيوان بيربوه داخل البيوت، زي مثلا انهم يشتروا لهم لعب ويشتروا لهم اطعمه، وكمان يساعدوهم كده انهم يبقوا مبسوطين ويستمتعوا بوقتهم جوه البيت. لكن عندنا حكايه عن زوج وزوجه عملوا حاجه جديده، قرروا بيها يرفهوا عن القطه الصيام بتاعتهم، القطه اسمها جاسبر بطريقتهم الخاصه. زي ما حضراتكم شايفين الشاشه كده، هم عملوا لها حوض ميه مخصوص تكلف 2500 دولار، انا حاسه ان هو ممكن يتكلف اقل من كده عادي، وحطوا لها سمك علشان تتفرج وتستمتع بيه وتعيش الاجواء بتاعه البحر. وطبعا حطوا بقى الفيديوهات دي على مواقع التواصل الاجتماعي، وطبعا لقيت انتشار واسع، زي ما انتم شايفين كده القطه قاعده بتتفرج على السمك، والناس يعني تقريبا اكتر من 10 مليون شخص اتفرجوا على الفيديوهات وعجبتهم. ده هم عملوا لها بوكس صغير جوه حوض السمك عشان تدخل تبقى عايشه مع السمك، يعني بصي من تحت كده تطلع تبقى عايشه مع السمك. ما بتلعب، شايف واخد بالك، بتلعب مع السمك. هو ده الترفيه فعلا والله. لسه مكملين مع حضراتكم اخبارنا من بره مصر. انتشر كمان على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحظه دخول حيوان الباكا جوه عربيه مترو في العاصمه الروسيه موسكو، حتى ان المواطنين اللي كانوا راكبين جوه العربيه عربيه المترو صوروه ونشروا الفيديوهات على صفحاتهم، خصوصا بقى انه النوع ده من الحيوانات غير مألوف بالمره لناس كتير في روسيا وغير روسيا والله، لانه بيعيش وينتشر في دوله بيرو في امريكا اللاتينيه، ويعني شكله غريب والله، شكله حلو. هو انا حيوان ده ولا فرخه ده؟ لا، والحيوانات بقت موجوده في السوبر ماركت، بتدخل السوبر ماركت يعني دايما بنشوف اخبار كده، يعني عايزين يشوفوا الحياه بتاعت البني ادمين. الناس تبقى قاعده في السوبر ماركت كده تلاقي دب دخل عليهم.